وننتقل لآخر سؤال في قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار، وهو حول نتائج اتفاقيات التبادل الحر والكلمة للسيد أستاذ عداب الصغاري من التحالف الاشتراكي. شكرا سيد رئيس، السادة الوزراء، أختي إخواني المستشارين. سؤالنا السيد الوزير حول، ومن خلال تطلعنا التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أخيرا، أكد أن الميزان التجاري للمغرب يعاني من عجز مع كل البلدان التي تجمعنا بها اتفاقية التبادل الحر، وهذا كيجعلنا نتوجه إليكم بهذا السؤال حول أسباب النتائج السلبية، وأيضا حول مدى استفادة بلادنا من هذه الاتفاقيات، وكذلك مدى تنوين مراجعة العمل على تجاوز الاختلالات اللي ظهرت خلال التطبيق ديال هذه الاتفاقية التبادل الحر. شكرا سيد الرئيس. شكرا للسيد عداب الصغري، الكلمة لكم السيد الوزير في إطار الجواب عن السؤال. تفضل. السادة المستشارين المحترمين، بداية الشكر لكم السيد المستشار المحترم على طرحكم هذا السؤال المتعلق بقيادة أو أثر اتفاقية التبادل الحر على الاقتصاد الوطني ومدى استفادة بلادنا من هذه الاتفاقيات. في البداية لابد من الإشارة بأن اتفاقية التبادل الحر تندرج في إطار التوجه اللي نهجته بلادنا منذ بداية الثمانينات ومتجسد في نهج سياسة الانفتاح في مجال التجارة الخارجية، أولا بهدف فتح أسواق جديدة وواعدة أمام صادراتنا، ثانيا بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي انتقلت من 26 مليار درهم سنة 2006 إلى أكثر من 40 مليار سنة 2013. لذلك فإن هذه الاتفاقيات تعتبر نتيجة لهذا الانفتاح، سواء على صعيد العلاقات متعددة الأطراف أو على مستوى العلاقات الجهوية والثنائية. فيما يخص نتائج الاتفاقية التبادل الحر فلا يمكن اعتبارها سلبية بصفة مطلقة، وذلك اعتبارا لعدة عوامل داخلية وخارجية. فاستنادا إلى التحاليل التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار، تبين الإحصائيات والمعطيات أن المبادلة التجارية مع الدول الموقعة على اتفاقية التبادل الحر تمثل حوالي 79% من مجموع الواردات و73% من مجموع الصادرات خلال سنة 2013، إلا أن الحصة التي تتم في إطار لهذه الاتفاقيات بمعنى في إطار لزايلو هي ما تتعداش 30% من مجموع المبادلات التجارية مع هذه الدول، وبالتالي لا يمكن اختزال إشكالية العجز التجاري المغربي فقط في اتفاقية التبادل الحر. فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذا المعطى، فإن العجز المسجل مع الدول الموقعة على اتفاقية التبادل الحر يمكن تفسيره بنفس العوامل الرئيسية المؤثرة في تفاقم العجز التجاري مع باقي الدول، إذ بلغت نسبة الواردات من بلدان اتفاقية التبادل الحر من مواد طاقية والمواد الخام ومواد نصف مصنعة ومواد تجهيز أكثر من 75% من مجموع الواردات خلال سنة 2013. فإذا استثنينا المواد السالفة الذكر فهي صعبة التقليص، فإن مع البلدان التي تربطنا معها اتفاقية التبادل الحر يبقى في مستويات معقولة، فهي في حدود 1% من إجمالي العجز مع هذه البلدان. وتجدر الإشارة كذلك أن أكبر عجز برسم سنة 2013 سجل مع الصين التي لا تربطنا معها أي اتفاقية التبادل الحر بحوالي 24 مليار درهم، أي بنسبة 12% من مجموع العجز. نفس الشيء بالنسبة لروسيا اللي ما عندناش معها كذلك اتفاقية التبادل الحر وعندنا عجز معها ديال 14 مليار درهم. أما فيما يتعلق بمدى استفادة بلادنا من هذه الاتفاقيات، يمكن لي أؤكد لكم بأن الصادرات المغربية نحو البلدان اللي عندنا معها هذه الاتفاقيات فهي ارتفعت منذ دخول هذه الاتفاقيات حيث تنفيذ إلى اليوم. شكرا سيد الرئيس. شكرا لك السيد الوزير، لأن استغرقت كل الوقت لا ديال الجواب ولا ديال التعقيب. الكلمة أستاذ عداب الصغاري، تفضل. في شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على هذه المعلومات القيمة. نحن نشاطركم أن اتفاقيات تبادل الحر لها إيجابيتها
ولكن نحن أثرنا مشكلة السلبية على أساس بعض المواد التي تغرق في السوق ويعني تحارب المنتوج الوطني لها تأثير سلبي. وكان النقاش لنا السيد الوزير في مكناس حول هذا الموضوع. نحن نبلغكم هازس المواطن المغربي على أساس ما ينتج الوطني من الدرجة الأولى، فلهذا المواطن ما تيعرفش لما تيعرف الصين وما تيعرفش بأن واش كاين تبادل حر ولا ما كاينش، ولكن الإغراق السوق كاين، راه هي آفة بالنسبة للقطاعات المنتجة في البلاد ديالنا، وخاصنا نسددوا وتسددوا معنا السيد الوزير والحكومة كاملة مشكورة في هذه النقطة هذه، لأنها واحد العدد ديال القطاعات اللي هي مهددة واللي خاص الحكومة تأخذ بعين الاعتبار، فهناك يكمن مشكلة السلبية. فلهذا بالنسبة لاتفاقية التبادل الحر حنا نشاطركم الرأي، لأنه كاين مصلحة وكاين حقيقة في بعض الحالات اللي تيكون يعني المصلحة للمغرب أكثر بكثير من السلبية ديالها. فلهذا تنعاود نأكدوا السيد الوزير بس تحميوا الأسواق المغربية من المنتوجات اللي كتغرق السوق واللي كتأثر على الصناعة ديالنا الثقيلة والخفيفة واللي بالحق أنا دابا غير في القطاع ديال الصناعة التقليدية، راه إلا جيت نهضر خصني ساعات المكانة باش نعطيك المعطيات اللي كيمكن تهلك فيها الصانع التقليدي بما يسمى في إطار هذا التبادل الحر أو في إطار واحد الزحف ديال واحد العدد المنتوجات لداخل الوطن اللي في الحق كتهلك الاقتصاد ديالنا وكتهلك الإنتاج ديالنا. شكرا سيد الرئيس. شكرا لكم السيد المستشار. تفضل السيد الوزير إذا كانت شي حاجة اللي يمكن تضيف شي حاجة اللي هذا ما كاينش. شكرا لكم السيد الرئيس مرة أخرى. فقط بغيت نأكد للسيدة والسادة المستشارين أن الحكومة ماضية في محاربة موضوع إغراق، وبدينا في تفعيل مقتضيات القانون الحماية التجارية 15/9، والآن اللي خصنا هما الفاعلين الاقتصاديين والصناع أنهم خصو يوضعوا شكايات ديالهم ديروكات، وحنا ماشيين في هذا الشيء رغم الصعوبات ورغم الإمكانيات. ويمكن نأكد لكم خلال الشهور الأخيرة فعلنا واحد العدد ديال التدابير حمائية، واحد العدد تدابير ضد الإغراق، حماية للصناعة المغربية، حماية للمنتوج المغربي، وحماية كذلك لمناصب الشغل، حماية للمنتوج المغربي، وحماية كذلك لمناصب الشغل.